Sie, Naldin, Sie sind vor 4 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Sie arbeiten jetzt als Impfärztin im Impfzentrum des Landkreises Tübingen. Wir unterhalten uns über Corona-Schutzimpfungen und über die Impfstoffe. Manche Geflüchtete haben uns von TyNews International berichtet, sie hätten Sorgen darüber, dass der Impfstoff gar nicht wirkt. كان في القول الكثير من السكان لديهم مخاوف من موضوع اللقاح، وكثير من الشكوك والإشاعات انتشرت منذ بداية الحديث عن لقاح الكورونا. من هاي الإشاعات اللي انتشرت بالتشكيك بعدم فاعلية اللقاح. للعلم أو يجب أن نعلم بأن لقاح الكورونا جاء بعد دراسات أو سلسلة من الدراسات الضخمة والمكثفة التي أجريت من عدة شركات عالمية، من دراسات ربما بمئات الدراسات أقيمت في مناطق. الجميع تسابق لإيجاد لقاح للفيروس ومكافحة الوباء بأسرع ما يمكن، لأن العالم وصل لمرحلة من الجمود بسبب هذا المرض. كثير من العالم فقدت أحبائها، فقدت عائلاتها، كثير من الشركات الصناعية توقفت، كثير من الناس فقدت أعمالها. تسابق لإيجاد اللقاح لموضوع الكورونا، وكثير من الناس شككت بالسرعة التي تم إيجادها. لازم نعرف إنه الدراسات والترخيص اللي تم لموضوع لقاح الكورونا هو جاء بعد السرعة، يعني السرعة والحزم بإيجاد لقاح لفيروس كورونا. التشكيك دائما موجود، لكن لازم نعرف بأنه لا يرخص أي لقاح أو حتى أي دواء في أوروبا عامة إلا بعد ما نكون فعلا واصلين لنتائج مدروسة ونتائج صارمة بموضوع الفاعلية، بموضوع الأمان اللقاح. هذا اللقاح طبق على الناس كثير، ونوجد بعد فترة من الزمن فعلا يمتلك من الفاعلية والأمان اللي بتخلينا إنه نطبقه عدد كبير من السكان. Vielen Dank, Frau Dr. Sin Aldin. Danke auch.